كان بعض المسلمين يشاورون اليهود في أمورهم، وكان آخرون يغترون بظاهر المنافقين فيفشون إليهم بأدق أسرارهم. فنهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين ومن أهل الكتاب وغيرهم، وأنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها تؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ها هو ذا الدليل على خطئكم في محبتهم واصطفائهم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. وذاك هو الفرق بين أخلاق المؤمنين وأخلاقهم، فأنتم تحبونهم وتحسنون إليهم وتحبون لهم الإسلام وتريدون أن تنقذوهم من الكفر ومن النار، بينما هم لا يحبونكم ويحملون لكم العداوة والبغضاء ويريدون أن يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وتؤمنون بالكتاب كله، وأنتم تؤمنون بجميع الكتب السماوية المنزلة، وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم، فكيف تحبونهم؟ وإذا لقوكم قالوا نفاقا آمنا وصدقنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض بدا عليهم الغم والحزن والغيظ الشديد، فعضوا أطراف أصابعهم من شدة الغضب لما يرونه من ألفة المسلمين واجتماع كلمتهم. قل لهم أيها الرسول: موتوا بغيظكم وشدة غضبكم، إن الله عليم بذات الصدور. فالله عز وجل مطلع على ما تخفي الصدور، وسيجازي كلا على ما قدم من خير أو شر، وفي ذلك بشارة من الله عز وجل للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم، وأن غيظهم مردود في نحورهم حتى يموتوا فينتقلوا من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من
صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور